مرحبا صديقي المتابع، إذا كنت تريد عمل مثل هذا الصليم الذي يظهر أمامك بدون استعمال الغراء وبدون استعمال المحفز، ابقى في الفيديو للآخر، لأن هذا الصليم غير معمول بدون الغراء وبدون الماسك وبدون المحفز وبدون أي نوع آخر وبدون دقيق وبدون أي شيء، فقط ببعض المكونات البسيطة والمنزلية التي سوف تراها إن شاء الله مع الفيديو، وأيضا بدون استعمال البوركس ولا تلك المكونات التي غالبا أنت لا تحبها. إذا كنت تريد عمل مثل هذا السلايم ابقى في الفيديو الأخير، ولنبدأ الفيديو على بركة الله. مرحبا بكم أصدقاء القناة، معكم مستر سلايم في فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نقوم بتجربة عمل السلايم بدون غراء كالعادة وببعض المكونات البسيطة فقط، لذلك تابعوا معي الفيديو الأخير ولا تضيعوا ولا بدقيقة، لأن هذا الفيديو مميز جدا وسوف نعمل إن شاء الله سلايم جميل جدا سوف يعجبكم كثيرا، يمكنكم أن تلعبوا به كما تشاءون. المهم الوصفة جميلة جدا وأول مرة سوف أجربها أنا إن شاء الله. قبل أن نبدأ، إذا كنت جديد فلا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس، أما إذا كنت من أصدقاء القناة فتشاهدني دائما فلا تنسى عمل لايك للفيديو وترك لي أي تعليق، فأنا أعمل قلب لجميع التعليقات. ولنبدأ على بركة الله. أولا سوف نقوم بأخذ الإناء كالعادة الذي نعمل فيه السلايم دائما، كما تلاحظون سوف أقوم بأخذ الملعقة التي سوف أستعملها في الخلط. وأول مكون لدينا وهو صابون الأواني، اخترت هذا النوع كما تلاحظون، يمكنكم استعمال أي نوع متوفر في بلدكم. سوف أقوم بأخذ القليل من الصابون الخاص بالأواني على هذا الشكل كما تلاحظون معي، وسوف أستعمل إسفنجة على هذا الشكل كي أخرج الرغوة التي توجد في الخريطة كما تلاحظون معي. سوف أحاول أن أخرج الرغوة التي توجد بالصابون كما تلاحظون، يمكنكم استعمال الماء، أنا سوف أجرب بدون ماء سوف ينجح معي الطريقة أم لا. كما تلاحظون أعطتني قليل من الرغوة، يمكنكم استعمال الماء إذا كنتم تريدون رغوة كثيرة. كما تلاحظون بدأ يعطيني بعض الرغوة على هذا الشكل الذي يظهر أمامكم، رأي هذا الصابون جميلة جدا كما تلاحظون، بدأت تنتج الرغوة كما تلاحظون، أعطاني القليل من الرغوة. سوف أكتفي بهذا الحجم الذي يظهر أمامكم كما تلاحظون، أعتقد أنه كافي إن شاء الله كي يعطينا سلايم جميل. والآن سوف نستعمل القليل من بيكربونات الصوديوم كما تلاحظون على هذا الشكل، سوف أستعمل القليل كي لا يلتصق معي السلايم في الأخير. بالمناسبة بيكربونات الصوديوم تباع في الصيدلية، موجودة في جميع الصيدليات بثمن رخيص جدا، فقط 3 دراهم مغربية كما تلاحظون. سوف أقوم بخلطها مع الرغوة على هذا الشكل. والآن المكون الثاني الذي سوف أقوم باستعماله وهو اللصاق المدرسي الشفاف كما تلاحظون على هذا الشكل، سوف أستعمل القليل من اللصاق المدرسي الشفاف، فهو بديل مناسب للغراء ويساعد على صنع السلايم كما تلاحظون. سوف أقوم بإضافته للسلايم على هذا الشكل كما ترون، هذه اللعبة تباع في المغرب بثمن جميل جدا كما تلاحظون. سوف أفرغ العبوة كاملة في الإناء، والآن سوف أقوم بخلطها مع بعض على الشكل. إذا لاحظت أن الكمية قليلة فسوف أضيف المزيد كما تلاحظون. والآن سوف نستعمل الملون، المكون الثاني وهو الملون، أريد الأصلي من يكون باللون الأزرق، لذلك سوف أستعمل قليل من اللون الأزرق على هذا الشكل كما تلاحظون معي، سوف أكتفي بهذا الحجم، لا أعرف صراحة اللون الذي سوف يعطيني كما تلاحظون معي هذا اللون الذي أعطاني. كما ترون سوف أستمر في الخلط والتقليد. إذا وصلت إلى هذه المرحلة في الفيديو فلا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس إذا كنت غير مشترك. والآن حان دور المحفز، سوف نستعمل المحفز الذي سوف يجمع لنا هذه المكونات كما تلاحظون. هذا الذي يظهر أمامكم ليس سلايم، يحتاج فقط الآن إلى المحفز وسوف يصبح إن شاء الله جاهز لكي تلعبوا به. الآن سوف نستعمل هناك العديد من المحفزات مثل كريم الحلاقة كما تلاحظون على هذا الشكل، وهناك محلول العدسات، وهناك العديد من المحفزات الأخرى. أنا في حالتي سوف نستعمل أو سوف أستعمل البرسيل على هذا الشكل كما تلاحظون، سوف أستعمل قليل من البرسيل وسوف أقوم بخلطه مع المكونات، وسوف تتماسك معنا كما تلاحظون، المكونات بدأت تتماسك لأنني استعملت محفز. يمكنكم كما قلت استعمال أي محفز لديكم أي نوع لا يهم، المهم أن يجمع لك السلايم كما ترون. سوف أضيف القطرة أخرى
وسوف استمر في التقرير ان شاء الله امامكم على هذا الشكل. كما تلاحظون سوف استعمل المزيد من البرسيل على هذا الشكل. كما تلاحظون السليم نجح معنا فقط بهذه المكونات البسيطة بدون استعمال الغراء وبدون استعمال محلول العدسات وبدون استعمال بوركس، فقط بعض المكونات متوفرة في جميع البيوت. كما قلت لكم فهذه اللصقية السر في هذا السليم. ما باقي المكونات فهي سهلة جدا، فقط عليك أن تشتري لصاق مائي مدرسي فهو بديل للغراء. كما تلاحظون السليم تقريبا جاهز معنا. كما تلاحظون مائي السليم تماسك معنا تقريبا الآن به فقط القليل من الالتصاق الذي سوف أقوم بإزالته عن طريق البرسيل. سوف أقوم بدانيته بالبرسيل وكذلك السليم بالبرسيل كي لا يلتصق معنا السليم. كما تلاحظون معي على هذا الشكل، لاحظوا معي السليم الآن جاهز لكي نلعب به. أتمنى أن تجربوا هذا السليم في بيوتكم لأنه فعلا سليم رائع جدا. كما تلاحظون يحتاج فقط إلى أن يرتاح وبعض التقليب والتخليط وسوف يصبح شكله جميل جدا. أعتذر جدا لأن شكل الخلفية أزرق والسليم أيضا أزرق، لذلك أنا لا أحب عمل السليمات الزرقاء لأن الخلفية بهذا اللون. لن يظهر لكم غالبا لون السليم. كما تلاحظون فهو جميل جدا، لاحظوا معي. ويمكن أيضا أن يعمل معكم البالونات، إذا حاولتم عمل البالونات فسوف يعمل هذا السليم. جميع السليمات التي نعملها على القناة فهي تعمل البالونات. كما تلاحظون السليم جميل جدا، سوف استمر بتقليبه جيدا كي يصبح ملمسه رائع. كما ترون معي السليم جميل جدا وقمة في الروعة. أتمنى تجربوا في بيوتكم، وإذا نجح معكم أخبروني في التعليقات. أنا متحمس لأعرف كم من شخص نجح معه. فقط هناك سر واحد وهو نوع اللصاق الذي تستعمله، يجب أن يكون ثقيل جدا مثل هذا الذي لدي فهو جميل جدا ويعمل السليم. أما فقط قمت بتجربة العديد من الأنواع الأخرى نفس الشكل سلايم مائي أبيض لكنها لم تنجح معي. عليك أن تجرب أنه يكون ثقيل جدا أو أقوم بتعويضه بالغراء. أنا فقط لأنكم لا تريدون عمل سلايم بالغراء لذلك لم أستعمل الغراء، أما الغراء فهو لدي في المنزل دائما. كما تلاحظون سلايم جميل جدا، أتمنى أن تجربوا. وإلى هنا ينتهي الفيديو الخاص بنا، أوشكنا على الانتهاء. إذا أعجبكم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وإلى اللقاء أراكم في الفيديو القادم.